عديدة هي المكاسب التي حققها منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت مؤخراً في الكاميرون، على الرغم من خسارة اللقب في المباراة النهائية ضد السنغال بركلات الجزاء الترجيحية. فبعيداً عن المقابل المادي الذي سيحصل عليه اتحاد الكرة والذي يقترب من 42 مليون جنيه بعد احتلال المركز الثاني، إلا أن المنتخب الوطني حقق العديد من المكاسب التي يجب أن يتم البناء عليها من أجل عودة الفراعنة لمنصات التتويج مرة أخرى. أول هذه المكاسب استعادة سمعة المنتخب بعدما نجح اللاعبون في تقديم مباريات جيدة أمام منتخبات بحجم الكاميرون والمغرب وكوت ديفوار والتفوق عليهم، وهي المنتخبات التي كان مجرد ذكر اسمها في الأشهر القليلة الماضية هو أمر يصيب الجماهير واللاعبين بالاضطراب. المكسب الثاني من مشاركة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية هو بناء جسر الثقة بين الجماهير والبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، فالأخير دخل البطولة وهو يواجه العديد من الانتقادات وصلت لحد التشكيك في قدراته التدريبية، لكن مع توالي المباريات بدأ في تثبيت أقدامه خطوة بخطوة بعدما قاد المنتخب لخوض مباراة نهائية لم يكن الفراعنة مرشحين للمشاركة بها من الأساس. كذلك نجح المدرب البرتغالي في اكتشاف العديد من اللاعبين الذين أصبحوا العناصر الأساسية للمنتخب، على غرار المدافع محمد عبد المنعم وأحمد أبو الفتوح وأيضاً عمر كمال عبد الواحد وإمام عاشور. المكسب الأبرز من المشاركة في البطولة الإفريقية هو توحد الجماهير خلف راية المنتخب الوطني، فالجميع أصبح يشجع المنتخب فقط ويهتف باسم مصر بغض النظر عن انتماء اللاعبين المتواجدين بين صفوفه أو انتماء الجماهير التي ملأت أصواتها الشوارع والميادين ومدرجات الملاعب الكاميرونية تشجيعاً للمنتخب الوطني.